وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يشارك في اجتماع وزراء الشؤون الخارجية والتعاون من أجل التنمية لمجموعة العشرين لمناقشة دور العلاقات الإفريقية في تطوير القارة. في ذات الاجتماع المنعقد بمدينة ماتيرا الإيطالية، وزراء خارجية مجموعة العشرين يدعون إلى زيادة التعاون لحل الأزمات العالمية. أما في الرياضة، إنجلترا وأوكرانيا يتأهلان إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا على حساب ألمانيا والسويد. نشرة الأخبار نقدمها من كافانكا تيفي بطنجة، أهلا بكم. شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمسي في اجتماع وزراء الشؤون الخارجية والتعاون من أجل التنمية لمجموعة العشرين بمدينة ماتيرا بإيطاليا. وحسب ما نشره الحساب الرسمي للمجموعة، فإن الاجتماع ناقش تعددية الأطراف وتوظيف الحكامة في العالم. وفي الجلسة الثانية تمت مناقشة دور العلاقات الإفريقية في تطوير القارة. على صعيد آخر، يخلد الشعب المغربي اليوم الذكرى 52 لاسترجاع مدينة سيدي إفني واستكمال مسيرة الوحدة الترابية. وبهذه المناسبة ذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالانتفاضات الشعبية التي اندلعت بالأطلس وبالريف وبسائر ربوع الوطن إثر فرض معاهدة الحماية على المغرب يوم 30 من مارس من عام 1900 لتؤكد مطلبها المشروع في الحرية والاستقلال. تقرير نجوى البقالي. 52 سنة مرت ولازالت ذكرى استرجاع سيدي إفني حاضرة ودليل على مسار طبعه الكفاح الوطني من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية. المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وبهذه المناسبة أصدرت بلاغا أشارت فيه إلى أنه على غرار المناطق المغربية قدمت قبائل أيت بعمران الأمثلة الرائعة على روحها النضالية العالية وتصدت بشجاعة وإباء لمحاولة التوغل والتوسع الأجنبي، حيث خاضت عدة معارك بطولية. مدينة سيدي إفني بلورة تضيف المندوبية أدوارا رائدة في معركة التحرير والوحدة الترابية والوطنية بتعزيزها للخلايا وللمنظمات الفدائية برجال أشداء داع صيتهم في ساحة المعارك ضد القوات الاستعمارية. تحرير مدينة سيدي إفني كان منطلقا لمواصلة وتعزيز جهود المغرب في استرجاع باقي الأطراف من ترابه. وتتواصل مسيرة البناء والتشييد والتنمية الشاملة والمستدامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون والمؤسسات في العهد الجديد والزاهر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والانغمار في مسلسل التقدم والازدهار والتنمية لأقاليمنا الصحراوية لتصبح أقطابا تنموية جهوية وقاطرة للتنمية. وبتخليد أسرة المقاومة وجيش التحرير بإكبار وإجلال الذكرى 52 لاسترجاع مدينة سيدي إفني، فهي تجدد تؤكد المندوبية موقفها الثابت من قضية وحدتنا الترابية. المندوبية السامية وبهذه المناسبة ستقوم بتكريم مجموعة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وكذا توزيع إعانات مالية على عدد من المستحقين منهم للدعم المادي والاجتماعي، خاصة الأسرة الأكثر احتياجا في الظروف الاستثنائية التي تجتازها بلادنا جراء تفشي كوفيد-19. أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 690 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و530 حالة شفاء وتسع حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية. ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 530,585 حالة ومجموع حالات الشفاء التام إلى 517,059 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9,292 حالة. إلى تونس، حيث قررت اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا في اجتماعها أمسي بإشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي إقرار حظر التجول في كافة الولايات بداية من الساعة 8 ليلاً
إلى حدود 5 صباحا انطلاقا من يوم غد. وأفادت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة إنصاف بن عليا أن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا اقترحت خلال اجتماعها الطارئ مع رئيس الحكومة اقترحت الحجر الصحي الشامل لمدة 6 أسابيع لكسر حلقة العدوى، مشيرة إلى أن اللجنة تداولت هذا المقترح ورأت صعوبة في تطبيقه، وذلك على خلفية تدهور الوضع الاجتماعي والنفسي والاقتصادي للبلاد. وبينت المتحدثة أنه من بين القرارات التي تم اتخاذها إقرار حظر الجولان بداية من 8 ليلا إلى 5 صباحا في جميع ولايات الجمهورية انطلاقا من فاتح يونيو، مشيرة إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على التسريع في عرض قانون الطوارئ الصحي على البرلمان. نعود إلى إيطاليا، حيث دعا وزراء خارجية مجموعة 20 أمس إلى حلول متعددة الأطراف للأزمات العالمية مثل جائحة كورونا وتغير المناخ، وذلك في أول اجتماع مباشر لهم في 2 عامين. وجاء في تقرير لوكالة رويترز أن الاجتماع الذي انعقد أمس في مدينة ماتيرا الإيطالية قد ركز على إحياء الاقتصاد العالمي في أعقاب الجائحة وتعزيز التنمية في أفريقيا. وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لنظرائه من أكبر 20 اقتصادا في العالم إن جائحة كورونا أبرزت الحاجة إلى رد فعل دولي قوي على الطوارئ التي تتعدى الحدود الوطنية. وتساهم الدول الأعضاء في مجموعة 20 بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و 75% من التجارة العالمية وتمثل 60% من سكان الكوكب. نختم بالرياضة، حيث تمكن المنتخب الإنجليزي من العبور إلى دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على نظيره الألماني 2 رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب ويمبلي في لندن. ويدين المنتخب الإنجليزي بفوزه إلى ثنائي رحيم ستيرلينغ الذي سجل الهدف الأول في 75، والعميد هاري كين الذي وقع الهدف الثاني في 86. وفي المباراة الأخرى انتزعت أوكرانيا آخر بطاقة للدور ربع النهائي بفوزها مساء أمس على السويد 2-2 في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني لتواجه إنجلترا السبت المقبل في روما. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني كافانكات.تيفي. شكرا لكم على حسن المتابعة. انتخابات جاية اللي غتنظم في بلادنا موعد مهم وبزاف، انتخابات اللي غنختاروا فيها الناس اللي غيمثلونا في الجهات واللي غيمثلونا في الجامعات والناس اللي غيمثلونا في مجلس النواب. وباش ما تضيعش منا فرصة المشاركة ونمارسوا حقنا في اختيار الناس اللي غيمثلونا، لازم نكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية. لهذا خصنا نتأكدوا من التسجيل ديالنا، يكفي أننا نرسلوا رقم البطاقة الوطنية للتعريف عبر رسالة قصيرة SMS للرقم المجاني 2727 أو عبر الموقع www.listelectoral.ma. نمشيو للخانة خدمات إلكترونية، نكليكيو على تأكدوا من تسجيلكم في اللوائح الانتخابية ونتبعوا المراحل اللي كتظهر على الشاشة. وإلا ما كناش مسجلين نتسجلوا. فين يمكن الواحد يتسجل؟ تيمكن لكل واحد يتسجل وبلا ما يتنقل. كيفاش؟ عبر الانترنت. كندخلوا للموقع www.listelectoral.ma، كنمشيو للخانة خدمات إلكترونية، كنكليكيو على طلب قيد جديد، وكنتبعوا المراحل اللي كتظهر على الشاشة. كنعمروا جميع المعلومات المطلوبة كالاسم العائلي والشخصي، رقم البطاقة الوطنية، العنوان السكن، العنوان الإلكتروني الميل، وكنفاليديو الطلب. في نهاية العملية كيطلع لينا الوصل اللي كيأكد الطلب ديالنا. نردوا بالنا، نتأكدوا من جميع المعلومات وما نغلطوش في العنوان الإلكتروني باش نقدروا نتبعوا الطلب ديالنا عبر الانترنت. وإلا ما كانش يمكن لينا نتسجلوا عبر الانترنت، نمشيو لأقرب مكتب ديال السلطة الإدارية المحلية باش نقدموا طلب التسجيل ديالنا. كنقدموا البطاقة الوطنية ديالنا للمسؤول على المكتب، وكنعمروا الطلب ديال التسجيل في اللوائح الانتخابية.
كنوقعوا الطلب ديالنا والمسؤول كيسلم لنا وصل فيه رقم ترتيبي مؤقت، ونردوا بالنا لازم نحترموا قواعد الوقايه من فيروس كورونا. وما ننساوش عمليه التسجيل غتسالي نهار 1 يوليوس، ما نخليوش حتى لاخر لحظه، نتسجلوا من اليوم ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات اللي غتنظم في بلادنا، واللي لاول مره غتجمع بين الانتخابات الجماعيه والجهويه والانتخابات التشريعيه. تسجيل في اللوائح الانتخابيه هذه فرصتك باش غدا تعبر على صوتك.